أكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محمود الماض على ضرورة تهيئة الخريجين لسوق العمل. جاء ذلك في لقاء مع تلفزيون المصري على هامش الجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني. احنا عندنا في إشكالية كبيرة حاصلة حاليا في المجتمع المصري، اللي هو خروج بعض التخصصات من سوق العمل ودخول بعض التخصصات الأخرى إلى سوق العمل، وده محتاج تفنيد ونقول زي كده كلاسيفيكيشن للمهن اللي موجودة والتخصصات. بمعنى مثلا أنا خريج كلية التربية قسم اللغة الفرنسية، كل سنة كلية التربية بتطلع في اللغة الفرنسية مثلا 10,000 خريج، هل سوق العمل يستوعب هذا الكم؟ لا، ولكن أنا محتاج أفتح مثلا لغة صينية، لغة ألمانية، لغات تانية موجودة يكون من شأنها مربوطة بسوق العمل.